ليه ابتدى النهارده يعني برضو يحصل ده ان البنت تبقى حابه تلعب كره قدم وتتمرن؟ هقول لك ليه؟ زمان ما كانش فيه الثقافه الرياضيه دي ولا كان في التوعيه اللي كانت موجوده ما كانتش موجوده قوي. دلوقتي بقى في دعم للمراه في جميع المجالات زي ما قلت لك من سياده الرئيس. فانت خلاص بقى زي المشكله زي الولد، بس هنبعد عن التعصب والتنمر وان احنا نسمع بعض كلام مش كويس. ده هيخلي عندك نماذج كتير قوي ظاهره صدقيني رائعه في الكره النسائيه، وده اللي جاي. الناشئات هم اللي جايين للكره النسائيه على فكره. يعني عندنا سيدات بيلعبوا اللعبه دي محترفات بره عندي. على تواصل معاهم يا دكتور؟ في عندك ساره عصام بتلعب في ستوك سيتي. على فكره لما نزلت مصر كرمناها في الاتحاد المصري لكره القدم، وكانت اول حد يعني اول ناس نعمل كده. دعيناها في الاتحاد. ساره عصام لان كان في منى طارق كانت بتلعب في الدوري التركي. بس حاليا هي دلوقتي موجوده في مصر بتلعب في الجونه اعتقد، في نادي الجونه. احنا محتاجين بقى الثقافه دي تنتشر، ثقافه الاحتراف، ثقافه ان لا ثقافة عادي كره القدم النسائيه ان هي تنتشر في مصر اكتر وبطريقه حلوه. يعني الاعلام لو اهتم بيها مع الانديه الشعبيه الجماهيريه صدقيني هتبقى في حته تانية خالص يعني. بجد، وده اللي انا بحلم بيه بصراحه. يعني انه ايه؟ انه كره القدم النسائيه تسلط عليها اعلاميا بس. وان الانديه الشعبيه تعتمد اللعبه دي عندها يعني. لان انت لما يبقى عندك نادي شعبي او جماهيري فهو طبيعي بيبقى سبورت الجماهير سبورت النادي بتاعها. فلما يبقى عنده فريق كره قدم نسائي كمان هتاخد جماهيريه، هياخدوا شعبيه جماهيريه، هي كمان هيبقوا نجوم. يعني بنتي دي حضرتك بتتكلمي على الفولي والباسكت، في عندك اسماء في النادي الاهلي صح كتير. ولا لا؟ كتير جدا. تخيلي بقى لما يبقى عندك في الكره النسائيه كل بنت فيهم تبقى نجمه. صح ولا لا؟ النادي الشعبي ما بيعملش كده. والله اتمنى، انا ما اقدرش اتكلم بلسان الانديه لان اكيد عندهم يعني حيثيات او وجهات نظر مختلفه، ولكن انا شايفه كمان ان انفنتينو الاتحاد الدولي اقترح خلاص او ابدا ان في مبادره ان هو عايز يعمل بطوله تبقى كل يعني ليها دعم وليها فلوس، بتبقى كل دعمها او الانديه اللي هتشارك فيها والدول هتشارك فيها يكون فلوسها كلها دعم للكره النسائيه. يعني النادي ده يبقى عنده نشاط كره نسائيه بيدعمه. مساء